بدأ حجاج بيت الله الحرام رمي جمرة العقبة الكبرى عقب نفرتهم من عرفات إلى مزدلفة، وسيتوجه الجزء الأكبر من الحجاج فجر أول أيام التشريق إلى مشعر منى لرمي الجمرات ومن ثم ذبح الأضاحي. أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية أن معركة الحويجة قد تكون الوجهة القادمة بعد قضاء تل عفر. وكان تحالف القوى العراقية دعا مؤخرا رئيس الوزراء حيدر العبادي لوضع خطط فورية لتحرير قضاء الحويجة بعدما ترددت أنباء عن وقوع مجازر على يد أفراد داعش بحق المدنيين الذين يحاولون الفرار من القضاء. رجح قائد التحالف الدولي أن يكون زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي ما زال على قيد الحياة ومختبئا في مكان ما في وادي الفرات. وكان الجيش الروسي قد أعلن في 22 من شهر يونيو حزيران الماضي احتمال أن يكون البغدادي قتل في ضربة قامت بها طائرة روسية. قصفت قوات النظام بلدات خاضعة لسيطرة المعارضة في ريف العاصمة دمشق بعشرات الصواريخ على الرغم من اتفاق خفض التصعيد. واستهدفت قوات النظام بلدة النشابية بستة صواريخ أسفرت عن وقوع أضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية. قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إنه وقع أوامر بإرسال قوات إضافية إلى أفغانستان، مؤكدا أن هذه القرارات تأتي في ضوء استراتيجية الرئيس دونالد ترامب الجديدة. ولم يحدد ماتيس حجم القوة التي ستسهم في محاربة طالبان وغيرها من الجماعات الإرهابية. أجرت قاذفتا قنابل أمريكيتين من طراز B-1B تدريبات عسكرية مشتركة مع مقاتلتين من سلاح الجو في كوريا الجنوبية في أعقاب إعلان بيونغ يانغ إطلاق صاروخ حلق فوق بحر اليابان. وشارك 10,000 من الجنود الكوريين الجنوبيين والأمريكيين في هذه المناورات السنوية واستمرت لمدة نحو. انضم كلب أسود يحمل اسم نيمو إلى حاشية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الأليزيه حيث بدأ مهامه الرسمية بالفعل، وكان حاضرا خلال استقبال الرئيس الفرنسي لرئيس دولة النيجر. ويعود اسم نيمو إلى شخصية الكابتن نيمو في رواية جول فيرن الكلاسيكية التي قيل إن ماكرون يحبها.